ها الحمد لله على سلامتك. خليك وياي هسه واترك البسبسة لغير وقت. حامد اللي ببالك ما يصير. ما تمس شعره من ورده وانا موجوده. يعني انت شو تشوف؟ هم منتظرين نرجع؟ لو مالي مكان بحساباتهم بعد. يعني ما اعرف شو اقول لك بالضبط. اكيد احنا اللاعبين نتمنى رجعتك. بس ما سمعنا اي شيء يخصك لحد الان. ولا تنسى انت عقدك راح ينتهي بعد فتره. يعني اكيد راح نسمع شيء جديد. مودج انا محتاج مساعدتك. انت اقرب واحد لي بالنادي. انا بظهرك حبيبي. اليوم وباكر وبكل وقت. يا حبيبي. وهاي ليش ما كنت راح تبقون جوا؟ زين الحمام شلون؟ انا ما عندي شغل عمل اليوم. وهاي قعدتي. الى ان ينفتح الباب. وردة جوعان أنا سوي لي طماطة لاجعه ليش خلصت عمرك بلا قناعة وما تستحي ونذل ولك أنت وصلت بيك توصلني للإعدام ومرف لك حتى شارب كل شيء يطلع من عندك ما استغربة بعد حامد أي من تحكي قصة ولك مو زين من عندي اللي هسه انا ما ذابحك. ايش قصه الفوعار انتي؟